بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا احنا أخذنا التري، خلينا ناخذ تري كده سريعة، نرسم تري عادية. طيب احنا قلنا أول خطوة تسويها الجافا سكريبت اللي هي البحث عن النود، افرض. طيب كيف تبحث؟ خلينا نرجع لكود ال HTML. لو لاحظت ان ال HTML، خليني اعطي تاج مثلا بي، عنده خاصيه اسمها اي دي، هنا مربط الفرس. هذه الخاصيه تعطي رقم خاص لكل تاج، تعطي رقم خاص لكل تاج، لاحظ معايا، يعني او اسم خاص. فمثلا انا الان جيت كتبت اكس واي زد، ولا خليني اكتب فال مثلا، فال الخاصيه هذه، لاحظ هنا، وجيت اعطيته سلاش بي، هنا مربط الفرس. انت احنا نعرف ان التاج يعتبر نود، هنا التاج يمثل كنود. فانت لما تعطي الاي دي، انت الان تميز كل نود عن الاخرى، فيصير كل نود لها اي دي خاص بيها مختلف. يعني هذا الاي دي تبعها فال، هنا فال. فاللي حيصير ايش، احنا جافا سكريبت حتستخدم هذا الاي دي عشان توصل للنود اللي تبغاها، فتبحث بالاي دي. فلاحظ الان جافا سكريبت استفادت من هذه الخاصيه، لانه التاج هذا البي حيكون هنا بي. طيب اقدر اوصل له كيف؟ بالاي دي تبعه، فيصير لكل نود اي دي خاص فيها، يساعدنا على اننا نوصل للنود اللي نبغاها. فكل اي دي اسم مختلف. فانا هذا الان نقطه البحث، فلما اقول جافا سكريبت جيبي لي الان، لما ابغى ابحث اقول جيبها بالاي دي، جيبها بالاي دي. فمثلا لو هذا الاي دي تبعه اكس، وهذا الاي دي واي، وهذا الاي دي زد، خلاص صارت طريقه البحث بسيطه. اقول له ابحث لي عن الاي دي اللي اسمه مثلا واي، فيبدا يروح يجيبها لي. طبعا يبدا بالبحث من فوق لين يلقى الواي، ويجيب لي هذه النود ويرجعها لي، وابدا اتعامل معها. فصارت طريقه البحث تستخدم ايش؟ تستخدم الاي دي. صار احنا نبغى نقول باختصار انه تتميز النودز عن بعضها البعض بالاي دي، بالاي دي. شايف كثير من اللي يشتغلوا على HTML ترى ما يعرفوا طريقة التركيب وطريقة التعامل هذه وفائدة الاي دي هذا. فهنا احنا عرفنا الان فائدة الاي دي، انه يعطي التاج اي دي معين، لكنه فعليا هو في التري يعطي النود اي دي، عشان جافا سكريبت تقدر تبحث عنه. وهذا اللي خلينا نستخدم الدالة اللي اسمها get element by id. هذه الدالة هي اللي تستخدم للبحث، get element. فيسمون النود ايضا element، يعني الاليمنت هذا يقصدوا به هنا النود هذه. فهو get element by id وتعطيه قوسين وتعطيه الاسم، لاحظ بالشكل ده، نقول له y. فاحنا نقول له جيب لي النود اللي اسمها اللي الاي دي تبعها واي. فجافا سكريبت تروح تدور تبدا من الروت، تدور يمين ويسار لين توصل هنا، لقيتها الواي، هذه هي النود المقصوده. احنا مثلا كتبنا له var a يساوي، الان رجعنا النود هذه، شوف النود هذه صارت مخزنه في المتغير a، صار a يمثل النود هذه اللي الاي دي تبعها واي، فنتعامل معه برمجيا. هذه هي الفكرة، وهذه طريقة البحث، هذه طريقة البحث والوصول للنود معين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.